بسم الله الرحمن الرحيم. مركز صحيح حسينية الرابع. هنا احنا عندنا منفذ اللقاح. منفذ اللقاح اول ما يجي المواطن عندنا هنا استماير. الاستماير هنا يملي معلوماته كجنسيه مالته، رقم الجنسيه، الاسم، المواليد، بطاقه السكن، السكن، رقم التليفون، يعني كمعلومات كامله. هنا لما بتجي سجل معلومات كامله من ضمنها تسلسل معلومات كاملة للسجل وتضم الجرعة الأولى والجرعة الثانية، التاريخ مالتها. بعد تجي هنا عندك المنصة، المنصة الإلكترونية تنزل فيها المعلومات اللي في الاستمارة، تنزل معلومات كاملة. تمام؟ وعندنا تفعل له كارت، وبعدها يستريح هنا المواطن لأخذ اللقاح. هنا عندنا هذا بوكس اللقاحات موجودة، مواد كاملة، سوفت بوكس، تجهيزات كاملة، سنجات. المهم يكمل لقاح المواطن ويغادر. مناخذ اللقاح اللي موجوده بالحسينيه، هنا أنا هو مركز صحي حسينيه الرابع موجود بالسينوفارم، اللقاح الصيني. عندك النموذجي بالفايزر، لقاح الفايزر. وعندك مركز صحي الثاني اللي هو قريب المحكمه بهم الفايزر. وعندك مركز صحي اللي يم مركز الشرطه اللي يم العماره الحمراء، اللي مركز صحي الاول بالسينوفارم ايضا الصيني. عندك المركز الصحي الثالث بفرق جواله تطلع تضم اللي سينوفارم، الفايزر، اللقاحات هاي كامله. تمام؟ احنا الغايه من اللقاح للمواطنين، الغايه من اللقاح اولا الحمايه، يكسب مناعه، يعني شلون نقول مناعه للجسم. يعني المريض اذا لا سامح الله انصاب بالفيروس، فيروس كورونا، مكان يعني ما راح يستوجب يعني يدخل المستشفى حالته الصحية الدهوة، راح يقلل من هذه الأعراض. يعني شلون نقول إصابات خفيفة، كإحنا نعرف إصابات الكورونا، احتقان هنا بالبلعوم، مرات ضيق بالتنفس، صحونة، صداع، آلام بالمفاصل، فهذه الشغلات راح تقل من ياخذ اللقاح. الحماية هي مو بس للمواطن نفسه، للمجتمع كله، للأطفال اللي موجودين ضمن الأسرة الموجودة مالته. فهاي الغاية من اللقاح، يعني يكسب الإنسان مناعة فوق المناعة مالته ويحافظ على المجتمع اللي موجود حوله.